الثروة. حرام حرام. الثروة الثروة يا قذافي، وين الثروة؟ وين الثروة؟ قذافي يا عفنك خروة. يا شينك خرية، يا شينك خروة. قذافي بيقول الشعب الليبي يا قذافي سلاحي 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 سلاحي. قذافي بيقول السلاح في يد الشعب، والشعب يقول سلاحي سلاحي. قذافي سلاحي سلاحي، وين سلاحي قذافي؟ يا انبي طاحي، يا انبي طاحي يا قذافي، يا انبي طاحي. وين سلاحي يا كذاب يا قردافي يا قردافي؟ وين سلاحي يا قردافي يا انبي طاحي؟ شعب الليبي نادي، وين سلاحي؟ قذافي بيقول الشعب الشعب القذافي بيقول السلطة بيد الشعب. السلطة يا جماعة بيد الشعب. السلطة بيد الشعب الليبي، والشعب الليبي بيقول وين السلطة؟ السلطة السلطة وين السلطة؟ وين السلطة قذافي يا شينك فلطة؟ وين السلطة قذافي يا شينك ورطة؟ الشعب ينادي، الشعب ينادي وين ولادي؟ الشعب ينادي وين ولادي؟ بين غندة وبين تشادي قتلت اولادي. الشعب يقول، الشعب ينادي وين اولادي؟ قتلت اولادي بين اوغندا وبين الشادي. قذافي قذافي يا ابن الاحادي. الشعب يقول، الشعب يقول وين الثروه؟ وين سرقها القذافي واولاده؟ شروا بها عمارات ومراكز استثمارات في بريطانيا واوروبا. والشعب يقول لك فين؟ الشعب الليبي، شباب الليبي الان يفكر في الرحيل عن ليبيا. كل ما يريد الشباب الليبي هو الخروج من ارض، من ارض ام واباء واجداده، بسبب هذا الطاغوت، هذا الطاغوت اللعين. شباب الليبي بيقول، شباب الليبي بيقول كفاية إهانات، كفاية إهانات، كفاية إهانات يا قذافي، يا قذافي كفاية إهانات. وانت في إيطاليا تدعو للإسلام بصيع البنات يا قذافي، يكفي إهانات. بالضبط نكتب صدام بالضبط جاي تقول ورا أمرك. هذا القذافي، وهذه رسالة، الرسالة من اخوتكم في ليبيا، من اخوتكم في